السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل المشتركين في القناة، وبرحب بالمشتركين الجداد، وأهلا وسهلا بالأمارات وأحلى بنات اللي أول مرة يشوفوا القناة وهيشتركوا بإذن الله تعالى قناة بكل سهولة وبساطة. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض وصفة الكبدة الإسكندراني، وإن شاء الله لما تشوفوا الطريقة دي وتعملوا بيها بإذن الله مش هتشتروا كبدة جاهزة من بره تاني ولا سندوتشات كبدة، هتقوموا تعملوا في البيت وخلاص بقى تنسوا ان انتوا هتشتروا دليفري تاني من الكبده دي تاني. مكونات الكبده هي بنعملها بالكبده طبعا، نص كيلو كبده، دي كبده مستورده انا غسلها كويس وحطيت عليها شويه خل وثوم، ومعانا فلفل اخضر، انا جايبه فلفل رومي ومقطع عليه شويه من الهاني. لو دي طبعا على حسب الذوق، في ناس ما بتحبش الحاجه طعمها حراق وهاني جدا، فانا عملت الرومي. ومعانا الثوم، ومعانا طبعا الخل اللي هنعمل بيه الاكل دي. اول حاجه هنعملها ان شاء الله، طبعا انا حاطه زيت في الحاجه اللي احنا عاملين فيها صينيه او طاسه، فهحط عليها الثومه وبعدين حته صغيره نيه، هحط الثومه تتشرح واسيب حته ايه نيه. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت الثومه على الزيت، شويه زيت صغيرين مش كتار قوي، وبشوح التومه، هي كفايه انها تدبس كده، مش عايزاها تحمر عشان ما تمررش برضو، هي كويسه كده للكبده. حطيها بشويه خل بقى، يعني قد مقدار معلقه او معلقتين خل كده. بسم الله. وبعد كده احط الكبده عليهم. بسم الله. نعلي النار عليها عشان تبدأ تاخد الصدمة بقى مع الخل مع الثوم، وانت بتعملي كده ريحة الطشة اصلا جميل جدا. وما تنسيش طبعا تحطي معلقة كزبرة حلوة مع الثوم عشان تعمل معادلة مع الثومة ما توجعش الثوم. احنا شايفين زي ما احنا شايفين كده اهي، خدت لون او خدت صدمة خلاص، افضل اقلب فيها كده. انا بحب الكبده دي، او احلى طريقه ليها ان انت تحطي الفلفل في الوقت ده معاها وتغطي عليها شويه، احط معظم كميه الفلفل اللي انا هحطها اصلا اهي، وخلي الباقي احطه امتى؟ لما اخلص تسويه الكبده دي كده. انا احط عليها اغطي عليها الغطا بتاعها واسيبها تاخد وتدي مع بعض، عشان الكبده لما بتاخد من طعم الفلفل بيبقى طعمها خطير وجميل جدا. دلوقتي انا هحط التومه النيه وبقيه البهارات بتاعتي، وهي كده كده التومه نفسها كنت دقه معاها بهارات مع الفلفل الاخضر، ده بيعمل طعم جميل جدا، وهي كده يعتبر خلاص جميله جدا استوت. ادي الكبده بعد ما استوت، هي ما بتاخدش وقت خالص في السوا، وهي بالشكل ده ما بنحط لها زيت كتير، هي كده طعمها بيبقى جميل جدا مع التوميه مع طشه الخل اللي احنا بنعملها، وطبعا الملح بتاعها بيتحط في الاخر خالص عند بعد ما نخلص سوا خالص، عشان لازم تستوي ضمن اي لحوم الملح بتاعها لازم يبقى في الاخر مش في الاول يعني. وادي الكبده الاسكندراني بكل سهوله وبساطه. بتمنى ان الفيديو ينول اعجابكم، برجاء الاشتراك في قناه بكل سهوله وبساطه، وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان القناه تكبر بيكم، وسيبوا كومنت ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.